حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام. عقدت اللجنة المشرفة على انتخابات المجلس البلدي المركزي مطلع هذا الأسبوع مؤتمرا صحفيا تناولت المهام التحضيرية والتنظيمية واستعدادات الجهات المعنية حول مراحل تنفيذ انتخابات المجلس في دورته المقبلة. التفاصيل كلها راح نشوفها في سياق هذا التقرير. بمناسبة الاستعداد لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الجديدة، عقد مؤتمر صحفي للجنة المشرفة على انتخابات المجلس، وذلك للحديث حول الدوائر الانتخابية والمهام التحضيرية والتنظيمية، فضلاً عن استعدادات الجهات المعنية حول مراحل تنفيذ انتخابات المجلس في دورته الخامسة. بالنسبة حق اللجنة الفنية لانتخابات المجلس البلدي المركزي، طبعاً عندنا لنا دور كبير في تجهيز الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى المساعدة في إعداد الخرائط الانتخابية وإخراجها بالصورة المناسبة التي تتيح للمواطنين التعرف على دوائرهم الانتخابية، بالإضافة إلى ذلك إلى قيامنا بإعداد مجموعة من البرامج الخاصة بالتعرف على الدائرة الانتخابية نظراً للتغيير الكبير الذي الحاصل في الدوائر الانتخابية، حيث يتطلب ذلك إعادة تسجيل جميع الناخبين، مما يتطلب منهم معرفة الدائرة الانتخابية التي يتبعونهم لها. طبعاً إحنا سنقوم في القريب العاجل بتوفير برنامج على الإنترنت أو على الهواتف الذكية تتيح للمواطنين عن طريق العنوان، رقم العنوان الموجود على العقار، أو عن طريق رقم الكهرباء، أو عن طريق اسم الشارع، يتيح لهم التعرف على الدائرة الانتخابية التي يتبعون لها. بناء على قرار معالي وزير الداخلية بتحديد الدوائر الانتخابية، طبعاً الدوائر الانتخابية أصبحت على نفس العدد اللي هو 29، ولكن تم تعديلها كلياً تقريباً 19 دائرة في مدينة الدوحة وعشر دوائر في خارج مدينة الدوحة، ومما يتطلب أن احنا نأكد موضوع تسجيل جميع الناخبين في إن شاء الله بداية تسجيل القيد اللي سوف يبدأ في بداية يناير. يذكر أن المجلس البلدي يتألف من 29 عضواً يمثلون الدوائر الانتخابية التي تضم 230 منطقة في الدولة، ويقوم الأعضاء بتحديد برنامج عن المجلس وميزانيته، فضلاً عن تقديم توصيات إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني. وفي موضوع آخر، عقدت لجنة ميليبول قطر مؤتمر صحفي للإعلان عن الراعي الرسمي للميليبول لهذا العام، وتوقع اتفاقية شراكة معه، وذلك في نادي الضباط التابع لإدارة الدفاع المدني. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. مع اقتراب موعد افتتاح معرض ميليبول قطر في دورته العاشرة، والذي يعتبر من المعارض الرائدة دولياً لأنظمة الأمن الداخلي، عقدت لجنة ميليبول قطر مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه، التي رعت جميع فعاليات معرض ميليبول منذ تأسيسه. وتخلل المؤتمر توقيع اتفاقية تنص على أن تكون شركة عبدالله عبدالغني الراعي الرئيسي للمعرض هذا العام. شركة عبدالله عبدالغني كانت راعي رسمي منذ سنة 1996 بداية معرض ميليبول قطر، مشكورين على هذه الرعاية، نتمنى لهم التوفيق. وفي هناك شراكة قديمة طبعا بين ميليبول قطر وبين وزارة الداخلية وشركة عبدالله عبدالغني، ونتمنى لها الشراكة تستمر إن شاء الله. احنا مستمرين إن شاء الله مع وزارة الداخلية على أساس نكون دائما الراعي الرئيسي المعرض للسنوات القادمة إن شاء الله. رعايتنا إن شاء الله بتكون تقديم دعم من سيارات تويوتا ولكسس للوفود القادمة في عدد معين إن شاء الله إحنا كان فيه موجود في الاتفاقية، بالإضافة إن الإخوان بيعطونا منصة مساحتها حوالي 300 متر بنعرض فيها السيارات الخاصة بالأخوية وبالوزارة الداخلية.
أما عن معرض ميليبول قطر الذي سينطلق بتاريخ 22 أكتوبر الحالي فلم يفصح المتحدثون عن أي تفاصيل، بل تركوها للمؤتمر الصحفي الخاص بالمعرض الذي سيسبق افتتاحه بأيام، ليكون التركيز في هذا المؤتمر على الاتفاقية الموقعة وأهميتها. في الفقرة المخصصة لوزارة الداخلية توقفنا هذا الأسبوع عند مسرح الجريمة أو ما يصفه خبراء الأدلة الجنائية بالشاهد الصامت وما يتضمنه من إشارات ودلالات، خلونا نتابعها في هذا التقرير. عرف الإنسان الجريمة منذ فجر البشرية، وكلما تعددت وسائل وأساليب الجرائم من قتل أو سرقة أو نصب أو سطو مسلح أو إرهاب، كلما تطورت وسائل الكشف عنها. لهذا تعتبر علوم الأدلة الجنائية محصلة هذه الجرائم، تتطور معها في طرق الكشف عنها والوقاية منها والبحث عن الحقيقة وتعقب المجرمين. تم إنشاء قسم مسرح الجريمة في العام 2009 ضمن إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية للكشف عن المجرمين بطرق متطورة وسريعة. يتكون القسم من أفرع عدة، أبرزها فرع معاينة الحوادث ورفع الآثار وفرع التصوير الجنائي وفرع مختبر الإظهار الكيميائي للبصمات المجهز بأحدث الأجهزة الخاصة بإظهار البصمات. في حال وقوع جريمة يتولى القسم مهام الكشف عن الأدلة بعد تحديد مسرح الجريمة. تحدد الشوائب وترفع الآثار والأدلة ويقوم الفريق بترقيمها، ثم يتم تصوير الموقع بتقنيات التصوير الجنائي وهو أحد اختصاصات القسم. فقد تم جلب أحدث الكاميرات الضوئية والبانوراما القادرة على التقاط الصور عالية الجودة، ما يساعد المحقق فيما بعد على الإحاطة التامة وبكل وضوح بمسرح الجريمة. بعد ذلك ترسل الأدلة إلى مختبر الإظهار الكيميائي للبصمات، حيث يقوم المحققون برفع ما يوجد بها من آثار للبصمات بوسائل كيميائية للاستفادة منها في أعمال المقارنة بعد تصويرها وإدخالها على جهاز المقارنة لإثبات المتهم. القسم يتكل على التقنيات المتقدمة للكشف عن المجرم، ولذلك لا يزال يتطور بمعدات وتقنيات حديثة مواكبة للتطور العالمي غير المتناهي بهذا المجال من أجهزة مختبرات تحليل الصور والكاميرات الضوئية والرقمية والأجهزة الخاصة بالبصمات وغيرها. مشاهدي الكرام، في الأسابيع الماضية تناولنا ضمن فقرة بيوتنا الأسبوعية كيفية التخطيط لبناء البيت، ثم انتقلنا إلى مرحلة الحصول على رخصة البناء ومنها إلى جودة مواد البناء، وأمس وصلنا لموضوع شروط الأمن والسلامة في المنازل. في التقرير التالي مشاهدي الكرام نسلط الضوء على هذا الشروط. تولي الدولة للأمن الداخلي أكبر عناية باعتباره دعامة الاستقرار، وهي تبذل أقصى جهودها في توفير الأمن والسلامة والطمأنينة للمواطنين والمقيمين. ومع تطور البلاد واتساع النهضة العمرانية وزيادة حجم المنشآت، أصبح من الضروري زيادة الإمكانيات ووسائل مكافحة المخاطر، وذلك لمواكبة هذه النهضة. إحدى أعمدة هذه الجهود هي الإدارة العامة للدفاع المدني، التي تحرص على توفير بيئات آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض المهنية والمدنية من خلال اشتراطات السلامة. إدارة الدفاع المدني تقوم بتطبيق المعايير العالمية
لحماية المباني والمنشآت. تقوم المكاتب الاستشارية بتسليم المخططات المشروع على مرحلتين. المرحلة الأولى هي المرحلة المعمارية، طبعاً يتم تأكد في المرحلة المعمارية من نوع المنشأة، من نشاطها، من درجة خطورة المشروع، ويتم تأكيد الأنظمة اللي بيتم تركيبها في المبنى أو المنشأة. والمرحلة الثانية هي مرحلة الخدمات، هي تشمل أنظمة مكافحة الحريق وأنظمة الإنذار وأنظمة التهوية. اشتراطات السلامة هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات والقواعد والنظم في إطار تشريعي تهدف إلى حماية الناس من خطر الإصابة والحفاظ على الممتلكات من خطر التلف والضياع. طبعاً اشتراطات الأمن والسلامة نقدر نقسمها قسمين، القسم الأول معماري اللي هي مقاومة الحوائط والبيبان من الحرائق، المداخل والمخارج وحماية الأدرج. أما القسم الثاني فيشمل أنظمة الإنذار، هي أنظمة يتم تركيبها في غرف، يقوم جهاز الإنذار في حال الكشف عن الحريق بإنذار السكان عن طريق صوت أو وميض. عندنا نظام المكافحة طبعاً يشمل طفايات الحريق بأنواعها وخراطيم الحريق، خراطيم المياه والمرشات الماء، ونظام التهوية الهدف منه طرد الدخان الناتج من الحريق ومساعدة رجال الإطفاء في مكافحة الحريق. في البيوت المساكن يفضل تواجد طفاية وفاير بلانكت اللي هي ملاحف الإطفاء، من حيث لا سمح الله إذا صار حريق يتم تدارك بشكل سريع. السلامة والصحة المهنية هي علم هام جداً، ويهدف إلى حماية الأرواح ومنشآت العمل من الحوادث المحتملة، وتدخل السلامة في كل مجالات الحياة، فهي يجب أن تكون أولاً على الدوام وأن تكون منهاجاً يطبق على أعلى المعايير. مشروع النظافة العامة هو أحد مشاريع الدولة الرائدة في نظافة المدن. ضمن فقرة كواليس لهذا الأسبوع توقفنا عند المراحل التي تمر بها عملية جمع النفايات وتنظيف الشوارع. وأنتم كرامة. النظافة من الإيمان، مقولة تتردد كثيراً على الألسنة وترفعها بلدية الدوحة كما يبدو شعاراً تلتزم به من خلال مشروع النظافة العامة الذي يهتم بتنظيف شوارع المدينة وضواحيها من أنواع النفايات كافة. لمهام المشروع قسمان، أولهما يدوي إذ ينتشر عمال النظافة في الشوارع ويقومون بالتقاط القمامة فضلاً عن إزالة الغبار والمخلفات العشوائية وكل ما تسببه أعمال البناء. وثانيهما آلي من خلال شاحنة خاصة تستخدم الماء والصابون بطريقة فعالة حتى في أصعب الأماكن والزوايا. فوق هذا وذاك تقوم الشاحنات التقليدية بتفريغ الحاويات والبراميل متوسطة الحجم وضغطها لكسب مساحة أكبر، ثم رميها في محطة متخصصة لمعالجتها إما للتدوير أو للتخلص منها كاملاً. لا شك في أن بلدية الدوحة تنظم عمليات التنظيف بشكل دقيق ومنضبط لجهة عدد العمال ونوعية الآليات والشاحنات المستخدمة، بغية الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية، مع التنويه إلى أن مشروع النظافة العامة هو أحد مشروعات الدولة الرائدة في نظافة المدن، وتعود بدايته إلى سنة 81. We'll be right back.
فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونتابع ما تبقى من برنامجكم تراحيب.